كمان مباريات اليوم، مباريات اليوم الاسيوطي والنصر 2-2، طنطا وطلائع الجيش اللي لسه متكلمين عليه من شويه 0-0. طيب معانا النجم الحصان الاسود هذا الموسم الكابتن خالد عيد. كابتن خالد اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن حميد، ازيك يا ابو خالد؟ عامل ايه يا كابتن؟ والحمد لله رب العالمين، والله الحمد لله. وحشنا جدا. الله انت اكتر، والله ربنا يخليك يا رب. يعني عايز اقول لك الف مبروك على الشكل العام لفريق نادي طنطا، ويعني ان هو حصان اسود لهذه اللحظه، وان كان تعادل متوقع ولا غير متوقع النهارده يا كابتن؟ والله يا كابتن احنا كنا طمعانين، الحمد لله على كل شيء يعني، بس احنا كنا طمعانين والله في 3 بونت النهارده، وكنا بنلعب عليهم النهارده، بس الحمد لله قدر ما شاء فعل يعني. بونت الحمد لله. انا عايزك تطمني على محمد مرسي يا كابتن في الاول. محمد كويس الحمد لله، احنا لسه كنا فيه في المستشفى دلوقتي، عملنا له كل الفحوصات ورسم قلبه كده الحمد لله اطمنا، بس هو مدينه يومين راحه، وبرده ان شاء الله لما نرجع ان شاء الله طنطا ان شاء الله برده نحاول برده نعمل تشيك كامل بقى عشان نطمن برده اكتر يعني. طب التشخيص المبدئي كان ايه يا كابتن؟ والله هو ممكن يكون اجهاد يعني، ممكن يكون اجهاد سبب له الازمه ديت شويه، لكن احنا الحمد لله احنا طمنا على القلب وكده، ورسم القلب وكده طلع كويس الحمد لله، والتقرير اللي معانا بتاع الدكتور بيطمنا ان احنا الحمد لله الامور كويسه بالنسبه لنا. تمام، يعني انا عارف الحاله بتبقى شكلها ايه في الفريق كله يا كابتن خالد، اكيد طبعا كل اللعيبه اتخضينا، خلاص اتخضينا كلنا طبعا. هو كان في الدقيقه كام يا كابتن الواقعه دي؟ ممكن في الدقيقه حوالي 30 او كده يعني. ده بدري قوي، بدري قوي. اكيد كان ليها اثر سلبي على اداء اللاعبين. والله احنا خفنا من الحته دي، بس يعني الحمد لله يعني برضه احنا كلمنا اللعيبه، وكلمت الكابتن الفرقه في الملعب وقلت له مرسي كويس، وكلم اللعيبه اللي احنا اهم حاجه نركز في الملعب برضه ان شاء الله نطمن عليه بعد الماتش يعني وكده. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. الحمد لله، يعني انا بهنيك للمره الثانيه يا كابتن خالد على الاداء الراقي جدا لطنطا، وان هي بقى فريق مرعب لكل الانديه، حاجه ما شاء الله يعني. يعني انت بتعمل حاجات في وقت قليل قوي، عشان كده كنت دايما اقول لك ما تسيبش الفريق. الحمد لله يا كابتن، والله الحمد لله، والله بفضل مجهود الاداره ومساندتهم لنا، واللعيبه بصراحه برضه بتبذل جهد كبير جدا في التمرينات وكده، والحمد لله احنا بنجتهد وبنعمل اللي علينا، والتوفيق ده بتاع ربنا الحمد لله. كابتن خالد انا مش عايز اطول عليك، عشان عارف طبعا الماتش والواقعه بتاعت محمد دي اكيد صعبه الدنيا. ان شاء الله بالتوفيق في كل اللي جاي، وان شاء الله دايما نهنيك الله على الاداء وعلى المكسب باذن الله. ربنا يخليك كابتن حبيبي، ربنا يخليك. شكرا كابتن خالد عيد المدير الفني النادي طنطا. كمان احنا قلنا خلاص الاسيوطي والنصر 2-2، قلنا طنطا وطلائع الجيش اللي كان لسه الكابتن خالد عيد مدير فني طنطا دلوقتي تعادلوا 0-0. امبي اخيرا امبي كسب الحمد لله، كسب. وانا قلت لكم اول ما سمعنا خبر ايهاب جلال، حتى لو كانت الفتره قليله، المدرب الذكي مش المحظوظ، او اللي هي بتمشي معاه كده او، لكن المدرب الذكي اللي ممكن يصنع الفارق مع فرقته في اقل عدد من الايام، يعني ممكن يومين ثلاثه تحس بلمسه المدرب ده. عشان كده النهارده انبي كسب المقصه، كان اختبار صعب جدا للكابتن ايهاب جلال اللي هو كان مدير فني السابق لنادي مصر المقصه، في اول كمان اختبار ليه مع نادي انبي، مباراه صعبه جدا، لكن الكابتن ايهاب جلال زي ما قلت لكم معاه فريق اي حد يتمناه، معاه اداره اي حد يتمنى يشتغل معاها. قبل كده قلت لكم الف مبروك لنادي انبي على الكابتن ايهاب جلال، والف مبروك كابتن ايهاب جلال على نادي انبي. اعتقد ان انبي هتشوفوه بشكل مختلف تماما، يعني محظوظ اللي لاعب انبي قبل ما الكابتن ايهاب جلال يمسكه، مع كل احترامي طبعا للكابتن طارق العاشر اللي كان غير موفق في الفتره اللي قضاها مع انبي، وطبعا كان الحظ بيتدخل في فترات كبيره، لكن انتظروا انبي بشكله الجديد مع ايهاب جلال وجهازه الفني. الف مبروك نادي انبي، يا رب افضل ابارك لكم على طول كده نتيجه واداء ان شاء الله. الف مبروك تاني لانبي والكابتن ايهاب جلال. طيب يلا نطلع فاصل عشان نستقبل نجم الاهلي السابق الكابتن احمد حسن استاكوزا.